انا اخذ المعلقه الكبيره ديالي. شي كيجي اكريمي ما خصوش ينشف بزاف وما خصوش عاوتاني يبقى ميه. والريحة عاطية جدا رائعة. ياسر الريحة ديال الأسماك، حنا كنعرفوا كيفاش الأسماك كتكون سورتو هاد لي كروفيت رويال وهادشي كيكون فيهم واحد واحد المذاقات غزالين. نتهلاو في صحاب في خوتنا اليوم في عائلتنا باردون، نتهلاو فيهم. غادي نديرو هادو هكا يا خوتنا وحبابنا وصحابنا وكلشي. شفت يقول لك اصلا الطبق باش عرفيه غادي يخرج لك زوين ولذيذ، وداك الشيء تتعرفيه من الريحه ديالو كتعطيك الخبار. كان طالع الريحه زوينه معناتها الطبق رائع. عندي هنايا طاغون اللي هو طرخون ليستراغون، غنديرو عليه من الفوق كيواتي الحوت مزيان. يعني نقدروا نسمو باي حاجه نسمو. ولا زعتر مثلا شاف ريحان ما غيجي فوق عليه. لو طاغون عنده واحد المذاق غزال وخفيف خفيف الوقت. اييه غنزيدو عليه رشه ديال القزبور القزبور ليفزار اي لي بري، واحد تعصيره ديال الليمون بور لو فينير اي وني لا. كيف ما شفتوا مشاهدينا الاطباق ديالنا ولات جاهزه، خليكم معنا باش تشوفوا طريقه التقديم.